ندفع الماء. تصورت أنني تخلصت من الجراء. عوامة! عدنا من أجل لعبة العوامة الرائعة. آليون، ضعوا الجراء في البرج مع الآخرين. الآليون لن يمسكوا بنا. ولن تمسك بنا بعربتك البطيئة هذه. سأفعل. إليدي، ابقي هنا واحرسي الناقلة. سأذهب وراءهم. خطة رائعة. إليدي تحرس الناقل. أعرف كيف أشتت تركيزها. إليدي قولي مرحبا بكل اللغات. مرحبا، بونجور، بوينس دياس، غوتن تاغ، هو جامبو. الآن يمكنني الوصول إلى الناقل لوقف شحنه. ميفاك. روكي، أعد الأبنية ثم اذهب إلى الواجهة البحرية. الكلب الآلي في الوقت المناسب عد بالمواطنين إلى البلدة. سأضع الناقلة في الوضع العكسي. كماشة. بناء مدينة أحلامي. هناك من يستخدم الناقلة. لا، لقد عادت الأبنية. خطتي لكودي كوف ستفشل. حسناً أيها الصغير، سوف نلعب بلطف في الفناء حتى يعود مارشل ومعه جوزة الهند. العربات لا يجب أن تفعل هذا. أين الطفل؟ ها هو ذا. تراكر، فلتذهب إليه. أبدًا جر الصغير. يا فتى، كان علينا أن نجمع الكثير حتى نجد الذهبية. سأضعها في مكان آمن. واو. لا، انتبه بالأسفل. ليست آمنة الآن. حبل. يريد أن يعانقك يا كالي. سكبت ماء جوزة الهند المميزة في هذه الزجاجة. شكراً، تفضل يا صغير. مهلاً، لماذا تضعونني في مهل؟ أنا أريد أمي. رايدر، إن الآلي هارولد يطير بسرعة ولا يمكنني اللحاق به، ويتجه لنقطة المراقبة. الجراء الأقوياء، آلي هارولد يطير بسرعة إلى نقطة المراقبة، ولنهزمه علينا أن نصل إلى أقصى قوة. مستعدة. سكاي، حاولي أن تبطئيه بقوة الطقس القصوى. اقترب أكثر يا هارولد.
يمكنك إيقافي؟ أحسنت يا سكاي. روكي، استخدم الأشعة السينية لتعطيل قوة الدفع. سأفعل. كماشة الطاقة. هاي، دمرت صواريخي. لهذا السبب استعد أن تنقل عن بعد. شيس، استخدم نباح الموجات الصوتية. القوة، أعني مجرد قوى خارقة جديدة. يجب أن أخرج. مارشل، حان وقت القوة القصوى. هاي، أنا لا أرى. أين زر ماسح الزجاج؟ إن مارشل يبطئه. الآلي يستمد طاقته من قطعة نيزك في حقيبته. الآن فرصتنا أن نخرجها ونغلقه. اجعلوا مركباتكم مستعدة. توقف هنا يا جراء. المحطة التالية هارولد فيل. أمسكتك. الآن هيا نوقف هذا الآلي. العمدة هارولد في مدينته ولا أثر لأي جارو. سأنقل هذه الجراء إلى القطب الشمالي. كان وشيكاً. رابل، حان الوقت لهزيمة هذا الآلي. وقت التدمير والانطلاق. أمسكته. ها هو، انسوا أمر لعبة الفأر. الآن أوقف الجرو. هذه المدينة على وشك أن تبتل. لدي فكرة. إذا استخدمنا طبق القمر الصناعي ورفعناه أمام الشعاع، سوف ينعكس إلى الليزر ويدمره. أمسكي. وقت الانطلاق لرد شعاع الليزر. ضربة أخيرة وستكون جزيرتي. ضربت الليزر بالليزر؟ كيف يمكنك أن تفسد خطتي المضمونة الثانية؟ لا مشكلة، سأعيد بناءه. أين ذهبت قوتي؟ قطتي، أصلح مؤشر الليزر. قواكم ذهبت؟ لا أفهم. لدي قطعة النيزك هنا في... أين ذهبت؟ رايدر، هارولد والقطة فقدوا قواهم. الأرض تنشق. لنبقها متماسكة وإلا سنطفو. إنها فقط كبيرة جداً. آسف يا رايدر. سمعت أن المدينة تحتاج إنقاذاً. مارشل خارج. أطلق الحرارة. الأمر ينجح. لن يهربوا من الجرو القوي جدا أو لوح تزلج. وقت صنع الموج. إفرست القوية، وقت التبريد القوي. هارولد، أظنه وقت الاستسلام وطلب كاكاو ساخن. فلتتماسك يا عمي. تفعيل الليزر. أوليه، يتجهان إلى قاع الضباب. ليس طويلاً.
سكاي، لفي سيارة همدنجر الآن. دوامة رياح قوية قادمة. أثناء ذلك سأعد فخ همدنجر، لكن سأتجه إلى النقطة لرؤية أفضل. عمك لديه معدة ضعيفة. وقت الخطوة 4. هروب العمدة. قالوا همدنجر يعودان لخليج المغامرة. ممتاز. روكي، استخدم أدوات الطاقة لإرسالهما إلى الطريق الذي خلفك. هذا الجرو على الطريق سيجعله يأخذ انعطافاً خاطئاً. الآن مارشل، حاول إذابة الطريق أسفلهما. أنا مستعد للإنقاذ الساخن. عمل رائع، أحسنتم يا جراء. والآن يا أميرة كاتي، سوف ألقي عليك تعويذة النوم. لا يا ساحرة، لا تفعلي. جلا 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 جلا. ستستيقظين بقبلة حب حقيقية. قبلة؟ ظننت أنني سأقاتل التنين فقط. هل قال أحدكم تنين؟ ها؟ مارشل؟ ها؟ أوه، هل تراني؟ وقت الاستراحة من هذا التدريب. أحد الممثلين يحتاج إلى النوم. من؟ تشيس؟ نوما هنيئا يا مارشل. أنا مستيقظ، لا أحتاج. مارشل انهض. يجب أن نفعل شيئا. وضعت الساحرة تعويذة على كيتي وهي عالقة في نقطة المراقبة. إذن استخدم المصعد وأيقظها. لا يمكن، التنين هناك. تنين؟ لا، إنه فقط تشيس يرتدي زيا. النجدة. ما الأمر يا جراء؟ يجب أن نصل إلى كيتي ولا يمكننا تجاوز التنين الناري. التنين الناري؟ مستحيل. ها؟ احترف. واو. حسناً، هذا جدي. لذيذة للغاية. لا شيء مثل النقانق المشوية جيداً. كيف تفكر في الطعام في وقت كهذا؟ لأنني دائماً أفكر فيه. رايدر، ماذا سنفعل؟ لا يمكننا دخول النقطة المراقبة. اطمئن يا مارشل، سنعتمد على أنفسنا. لا توجد مهمة كبيرة ولا جرو صغير. الكلب الآلي، وقت الانطلاق. دورية المخلب إلى الدورية الطائرة. رايدر يحتاجنا. لماذا أصبح الجو حاراً؟ يا ها! ماذا أفعل؟ مارشل اترك. ها، اخيرا شخص اخر ينسحب كتغيير. ها؟ عذرا
سيد رايدر؟ لما العجلة يا تشيس؟ أغنية الجار. سيد رايدر، هل وصلت رقصة الجار واثنان؟ أم هذا رقص إضافي؟ سمعت أنها ستصل على القطار. ليس بعد يا تشيس. هيا بنا. أنا ألعب رقصة الجار القديمة، تريد أن تجرب؟ ولما لا؟ سأرقص. أغنية الجار، أغنية الجار، أغنية الجار. ها؟ أو واو، أحسنت يا سكاي. سكاي، كيف تقومين بتلك الخطوات دون أن تخطئي؟ لدي حيلة. أنظر للخطوة لأول مرة، أقولها بصوت عالٍ هكذا: المخلب الأمامي للأمام والخلفي للجانب. المخلب الأمامي للأمام والخلفي للجانب. أغنية الجار. قمت بها. أغنية الجار. استعد للاستقامة. لف الذيل. أغنية الجار. بلغتما المستوى التالي. أجل. أحتاج مشروبا. هل وصلت الرقصة الجديدة؟ ستأتي في وقت لاحق اليوم. متشوق لها، تدربت على لفة الذيل. انظروا. إمساك جيد يا رايدر. هرب منا ثانية يا رايدر. يمكننا اللحاق به، لكن لا نعرف وجهته. أعرف القطة التي يمكنها أن تعرف هذا. شيد، متى يمكنك المجيء لهنا؟ ما رأيك في الآن؟ واو، كان هذا سريعاً. شيد، نريد منك تحديد إلى أين سيتجه الصاروخ الهارب الآن. واو، إنه مسار غير محدد، لكن أثق أنني سأعرف النمط. تحليل الآن. ليس مجدداً. تشيس، وايلد، استعد. شيد تحاول تحديد مسار الصاروخ. لقد حسبت سرعة الريح ودفع الصاروخ والتحديث الحراري. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن الصاروخ على وشك أن يتجه إلى معرض الفضاء. سأتجه لهناك. قوة الفخ. يا عمة، أعرف أنك قلقة بشأن تشيكيليتا، ونحن أيضا، لكن أرجوحة اللف تبدو رائعة، ودورية المخلب سينقذون تشيكيليتا. وأنا أريد أن أكون رائدة فضاء. هل ركبنا؟ حسنا، لكن علي تجربتها أولا. العمدة جودواي، احترسي. الآن لدينا عمليتا إنقاذ. شيد، سأتولى الأمر. يبدو أن الصاروخ على وشك التوجه نحو الجسر. نحتاج إلى أحد يصعد فوقه ويطفئه. وايلد وتشيس، اتبع أرجوحة اللف ولا تدعها تغيب عنكما. روري، نحتاج إلى مهارات في القفز أعلى الجسر. في الطريق. سكاي السريعة، اتجهي للجسر. ستحتاجين إلى رفع روري قليلاً. أنا مستعدة للمهمة. من المفترض أن يمر من هنا خلال ثوان قليلة. روري، ذاهبة إلى الأعلى. هذا صحيح. قفزة النمر. إنها فرصتك يا روري. إذا كانت هناك قطة ستنجح فهي أنت. هيا نقفز. أنا فوق الصاروخ. اهدئي يا تشيكيليتا، هذا الإطلاق الدائري. لا. لا يا تشيكيليتا، ليس ثانية.
سكاي رابل زوما، إنقاذ حافلة المدرسة تطور. الصغار في الخارج يركبون عرباتكم. لا بد أن نعيدها. وسكاي، شيكليتا تطير بمروحيتك. دجاجة في مروحيتي؟ هذا الجارو يجب أن يطير. جناحان. جراء، أنا وتشي سنلحق بأليكس والكلب الآلي، فلتراقب ركابنا. يبدو أنك تحتاجين طياراً مساعداً. نجحت رايدر، المروحية تحت. توقف أرجوك. ياي كبي. ياي دورية المخلب. أظن أنني جلست على طماطم. احترس، لا يمكنني التحكم. لا، آسف يا كابتن توربت. تماسك يا صاحبي. ياه زوما، رائع. وهو إيروكي، ماذا تفعل في الأسفل؟ يمكنك مشاركتي. شكراً يا صاحبي. على الروح. هل ينقذ أبولو الوضع بطريقته الخارقة؟ يمكنك يا أبولو. يطير والقطة على ظهره. رائع، مصافحة. آسف يا روكي. لا مشكلة. مرة أخرى ينقذ أبولو الوضع بطريقته الخارقة. نراكم الأسبوع القادم في حلقة مثيرة من أبولو الجرو الخارق. ياه، كان هذا مدهشاً للغاية. أليس أبولو أكثر جرو خارق على الإطلاق؟ بالتأكيد. يا جراء، من يريد لعب الكرة؟ أنا. معك. هيا نذهب. ها؟ ستأتي يا رابل؟ ها؟ لا شكراً يا رايدر، أنا سألعب رابل الجرو الخارق وأنقذ الوضع بطريقتي أنا. من سأنقذ؟ ربما تحتاج يومي مساعدة في المزرعة. فكرة رائعة يا رايدر. حسناً يا رابل الخارق. رابل الجرو الخارق في الطريق. ماذا أفعل؟ تنترا تنترا، أهلا مزارعة يومي، تحتاجين جروا خارقا لينقذ الوضع. دجاجاتي خرجت عندما فتحت الباب، أتساعد أيها الخارق؟ اطمئني، قادم. رابل الجرو الخارق يطير عبر المزرعة في طريقه لينقذ الوضع. جئت لأنقذك. تنترا تنترا. ها؟ تنترا تنترا. يمكنني توصيلك مثل أبولو الجرو الخارق. ها هم قادمون. عادوا إلى الحظيرة. الجرو الخارق أنقذ الوضع. الكلب الآلي مستعدون للذهاب. سنستخدم الدورية المتنقلة. لا، هذه. إنها الطريقة الوحيدة للذهاب عنده. لأنه حيث أعيش لا يوجد أي طرق. حسناً يا جراء، اصعدوا. دو
توجد مفاجأة أخرى كبيرة من حيث جئت، متشوق لأريها لكم. الكلب الآلي، اتجه إلى جبل جاك. أسمعكم يا قطط، وآسف لأن حامل القطط صغير. يوماً ما سأسرق حاملاً أكبر كهذا. تماسكوا، الرحلة ستصبح أكثر جموحاً. هل سنصعد إلى أعلى الجبل؟ لا، سوف نقود خلاله. واو! مكان رائع. لم أعرف أن المكان هنا. آه، إلى أين تذهب هذه الجراء؟ رادر احترس، أمامنا شلال. نعم، أعرف ذلك. واو، جميل جدا. إنه جميل. بيتي. يا جراء، انظروا من هنا. أهلا إيفرست. في الوقت المناسب، لقد كنا نحاول اختيار لعبة. رائع، ما رأيكم في لعبتي؟ كيف تجمد؟ نعم، وسأبدأ. أمسكتك، أنت مجمد. ليس الآن، يوجد حكة خلف أذني. آسفة يا مارشل، لا حركة حتى يحررك شخص ما. الآن أنت غير مجمد ولا توجد حكة. الجراء المزعجة ثانية. نعم، عادت قواي الخارقة. كيف أرى الآن ماذا تفعل؟ بالطبع، يمكنني صنع شيء ما. أنت مجمد. كيف تجمد؟ الآن هذه فكرة جيدة وتسعدني. أتمنى أن يكون مجفف العم العمدة. لا، إنه شعاع التجميد. إن هذا شيء سخيف جداً. أنا كيف أصبح الجو بارداً؟ شكراً يا عمي العادي همدينجر. الآن أنا العمدة. قبعتي لا تجعلك عمدة قاع الضباب. لا، لكن شعاع التجميد سيجعلني عمدة الجليد في كل مكان. واو، لقد قصدت ذلك. الآن أصنع لنفسي عربة فائقة الروعة. مهلا، هل ستكون هذه عربة العم العمدة؟ لا، إنها عربة عمدة الجليد في كل مكان. احترس، هناك الكثير من الحمم الساخنة. ها هو يا جراء. رابل بسرعة، ثبت السفينة. حالا، يجب أن أمسكها. أحسنت يا رابل القوي، ثبتها في مكانها. سكاي، حان وقت الطيران وحمل الفلندر إلى البحر. لك هذا. جناحان. تماسك يا كابتن توربت، سننزلك. اتركي. خطتنا لأخذ نيزك الجراء الثمين نجحت. لقد أحسنتما يا فريق. إنه لي. لا، إنه لي. توقف عن الشجار. صعب إيجاد مساعد عاقل. حسناً يا سكاي، ارفع الفلاندر. أمرك. قواي الخارقة، ماذا حدث؟ الفلاندر. روبل احترس. أوه.
ولم أعد أشعر بالقوة ثانية. مخالبنا لا تتوهج. ماذا حدث؟ فقدنا قوانا الخارقة، وبدون قوانا سيارتنا الحوامة لن تعمل. قواكم الخارقة تأتي من النيزك، لابد أن شيئا حدث له. حان وقت ترك هذا الشيء المتأرجح. انتظر يا كابتن توربت، لدي فكرة أخرى. جراء، اصعدوا جميعا على الفلندر. بدون مخالبنا الخارقة؟ سنستخدم ما لدينا. كل الوزن الزائد سيحرك السفينة بعيدا عن الحفرة حتى لا تنزلق في البركان. تنجح الخطة، تمسكوا يا جراء. استعدوا لجولة جامحة. تصلح سفينتي للانزلاق والإبحار. شكرا يا جراء. تسمع شيئا يا تراكر؟ نعم، ثانية يا كارلوس، أظنها قادمة من هناك. فلتصرخوا يا قرود، لأني سأدمر معبدكم وأشجاركم لأبني مضمار سباق. خذوا هذا يا قرود. شخص ما سيدمر معبد القرود ويقطع كل الأشجار في الغابة. فلنتصل بدورية المخلب. لا أستطيع، متحمس جدا. مرحبا كارلوس. تراكر، ما الأخبار؟ سمع تراكر أخبارا سيئة يا رايدر. نعم، شخص ما سيدمر الغابة ويبني مضمار سباق، والدورية المتنقلة معه ومغطاة ببقع الفهد. شيتا. كارلوس، تراكر، نحن في الطريق. ماذا سنفعل يا رايدر؟ الجزء معنا الآن والآلي قام بتثبيته. جراء، أقدم لكم الدورية الجديدة. الدورية الجديدة مستعدة للانطلاق. لا توجد شيتا مخادعة ولا جرو صغير. دورية المخلب، إلى الدورية المتنقلة الجديدة. رايدر يحتاجنا. مارشل، احترس. أظننا سنذهب في رحلة في الدورية الجديدة. دورية المخلب مستعدة يا سيد رايدر. شكرا يا جراء. الكلب الآلي، خذنا إلى الغابة. رائع، يمكننا الوصول لسيارتنا من هنا. رائع. مدهش. كل مركز منهم سيتيح لكم المساعدة. رائع. هيا نمسك بالحيوانين. رائع. عد يا كورنيليوس. إما، ألا يمكننا التحدث في الأمر؟ واو، إنهما سريعان. سوي سوي. نعم، إنهما مشاغبان. نحتاج دورية المخلب. بقية دورية المخلب مريضة. إذن الأمر يعود إلينا. لا يوجد خنزير زلق ولا أليكس صغير. على الأقل أبعدناهما عن النهر. بمجرد أن يجوعا سيعودان للحظيرة. يمكننا حثهما على العودة بوجبة. فكرة جيدة، سأنفذها. أليكس، لا تفتح الباب. السفلي. انتظر، هذان الحيوانان شرهان جدا، لا يعرفان التوقف. خسرت الحيوانات، خسرت الذرة، يا له من يوم. اطمئن، رابل يعرف الحل. افسحوا الطريق لقطار الحيوان السريع ليركب الجميع. ها،
رابل، أظن أن لك مستقبلاً كمزارع. هذا مستحيل، متمسك بالبناء. المزرعة تحتاج للعمل. دعوني الآن أرفع بقية الذرة قبل أن تحاول الحيوانات الهروب ثانية. شكرا يا رابل، شكرا لك يا رايدر، وأنت يا أليكس. على الرحب يا مزارع آل. عندما تكون في مشكلة فقد اطلب المساعدة. مرحبا يا رايدر، كلنا حتى أنت يا مارشل. أنا أيضا. جراء، اخفضوا رؤوسكم والبرد لن ينتشر. هكذا. أتشو. أنتم جراء جيدون. أتشو. سأحلق في السماء. حسنا، دورية المخلب انطلقوا. وعاء يجري بهذه السرعة. ما الذي يحدث؟ هذه أوليفيا. مارشل، اتبع هذا الطائر. أوليفيا المسكينة، كيف نزيل الوعاء من رأسها؟ أتمنى أن تسمح لك برشها بخرطوم الماء. فكرة جيدة. كواك سكواك سكواك كيكيك سكواك سكواك. خرطوم الماء. سأعد لثلاثة وسأستخدم الماء لإخراج الوعاء من رأسك. سكواك سكواك سكواك. تقول شكرا. من رايدر إلى سكاي، أين أوسكار الآن؟ رايدر، إنه في كل مكان، لن يتوقف أوسكار عن الجري. إيه، أنسوا المعذرة. هذا لأنه خائف. هل يمكنك إنزال السيد بورتر؟ أسرعي، نحن متجهون إلى المتحف وبدون تذاكر. أصمد يا سيد بورتر، سألتقي بك عند الباب الخلفي. سكاي، اتجهي للأمام، يبدو أنهم اتخذوا منعطفا. حصلت على الصغار، حصلت على الصغار. انتظروني. أتركك هذه المرة. وو، حزام. رائع، أليس الأفضل؟ حسناً، الدجاجة أنجحت العرض. لا، قصدت دورية المخلب. تعرف، أنا داني الجريء وأريد أن أقوم بحيلة رائعة مثلهم، لكني سأحتاج إلى عربة تكون أكثر روعة مثل تلك. الدورية المتنقلة. إذا جعلت الدورية المتنقلة تسير بسرعة واستخدمت النتوء العشبية كمنحدر وقفزت فوق شاحنة الأخبار. رائع. ترى كيف يشغل الآلي هذا الشيء. نعم، يمكنني ذلك. سهل. الآن إلى الحركة. أين المكابح؟ أوبس. مرحبا يا داني، كيف حالك؟ اسمي داني الجريء، وأظنني أصبت بدوار البحر. إذن أنت على قارب؟
حسناً، ليس بالضبط. كنت أحاول القيام بحيلة والنتيجة كانت عكسية، وانطلقت إلى خليج المغامرة. الدورية المتنقلة تحولت لقارب. ماذا؟ الدورية المتنقلة؟ هذا مستحيل، إنها هنا. أوه لا داني، سترة النجاة تحت المقعد، ارتديها الآن. فكرة جيدة يا رايدر، الدورية تسرب لها الماء. حذائي تشرب الماء. النجدة، نحن في الطريق يا داني الجريء. لا توجد مهمة كبيرة ولا جرو صغير. دورية المخلب، نقطة المراقبة. رايدر يحتاجون. انتبه، سنعود في الحال. هل هذا زلزال؟ أليكس، ماذا يحدث؟ إنها عربتي الجديدة، أليست ممتعة؟ وكبيرة؟ وأيضاً تهتز. كيتي، هل أنتم بخير؟ نحن بخير. لا، لافتة كيتي. سنصلحها. روكي، لافتة كيتي يجب أن نعيدها إلى السطح. الأخضر يعني انطلق. هيا يا تشيس، يجب أن نوقف هذا الهزاز الخارق. سأساعد أيضا. من علمك القيادة؟ الآن يشبه قطار ملاهي قافزاً. تشيس، هيا أغلق الجسر لإبعاد السيارات. لك هذا رف الأقناع. جيد، هيا نسيطر على الهزاز. ها؟ على الأقل توقف. أين يذهب الآن؟ يذهب لنقطة المراقبة. سكاي، مارشل، الهزاز الخارق يتجه إليكما. علم هذا. في حفل ميلادي القادم. طيران جيد يا سكاي. الآن يا مارشل، دعنا نخرج أليكس منه. سلم، انزل يا أليكس. نحن بخير. مارشل، أغلق هذا الهزاز. الآن أنزلني يا سكاي. يسعدني أنك تخطيت كل هذا بأمان يا أليكس. كان رائعاً. هل أكررها؟ وي، بالتأكيد صنعت مزلجة رائعة. مرحباً برجل المراقبة، كيف حالك أنت والكابتن؟ نحن في مشكلة، كابتن جوردي عائد من الفضاء وغير مساره لتجنب الشهب، والآن سفينته ابتعدت عن مسارها ولم تهبط. أوه لا، أين ستهبط الآن؟ يتجه إلى مزرعة آل، ولا توجد منصة هبوط، ومؤكد سوف يتحطم. اطمئن يا كابتن جوردي، سوف تهبط بأمان. لكن يجب عليك أن تبني منصة هبوط بسرعة. بالضبط، وهذا سيحتاج إلى الكثير من قوة جراء البناء، لكن لا توجد سفينة بعيدة عن مسارها ولا جرو صغير. دورية المخلب، إنه وقت إنقاذ فائق. رايدر يحتاجنا. يا لها من طريقة للانزلاق. دورية المخلب مستعدة يا السيد رايدر، في زي البناء تحديداً. حسناً يا رابل، أنت أول من يضع الذيل على القرد. حسناً، قرد، الذيل قادم. وهيا في خط مستقيم. خط مستقيم. نعم، ها أنت ذا. أو ماذا عن لحية سخيفة؟ قطط قطط قطة
أو لا يا قطة. يا قطة. همدا همدنجر. أحب القطط. لا توقف، كالي قطتي. حامل القطط. قطتي. أريدها. أين ذهبت القطط؟ قطة. وهيا مارشل استجب. يذهب باتجاه خاطئ. ليس من هذا الاتجاه. اهلا كيتي، ما الاخبار؟ رايدر، حدث شيء للعمدة همدنجر. انه ضخم وارجواني وقوي جدا. دخل الى بيتي واخذ كالي. اولا، هذا رهيب. اخذ بريشس ايضا، ويلقي بكل شيء بحثا عن المزيد من القطط. واو، يبدو ان العمدة لديه قوى خارقة، لكن اطمئني، لا يوجد عمدة قوي ولا جرو صغير. يا جراء، نقطة المراقبة. رايدر يحتاجنا. مارشل، من هنا. من هنا. مارشل احترق. انتبه. كما أقول دائما، ذيلان أفضل من واحد. أمسكتها أمسكتها أمسكتها. فقدتها. سأجدها. لا، الكرة. كرة. أمسكتك. بخير؟ أنا بخير. أنت لا تبدو بخير، سأطلب المساعدة. جرو عالق على الشجرة. ذلك ليس مكانا للتجول. اطمئن، سننزلك من هناك. لست قلقا، لكن ذلك الماء يبدو باردا. أحب حمامي دافئا بالفقاعات. هذا الحوض ضيق جداً وعميق. تشيس، شبكتك، أعطوه شيئاً ليتسلق عليه. تشيس يتولى المهمة. الرقيبة الشبكة. يا لها من حقيبة رائعة وشبكة آمنة. شكراً. هيا أيها الصديق، اقفز واحترس. أخبرتك أنا بخير. شكرا. على الروح. يا هذا يدغدغ. ليس كبيرا كفاية. نعم، هذا أقوى نيزك رأيته على الإطلاق. لا، إنه ضخم جداً، ربما يدمر المدينة كلها. روكي، استخدم أدوات الطاقة لتفكيك كلاب النيزك. الأخضر يعني التوحش. لا، أدوات الطاقة. أياً كان، ماذا أفعل؟ رايدر، لديه أدوات طاقة أيضاً مثلي تماماً. سريع جداً، قوي جداً، دوامة خارقة وأدوات الطاقة. لديه نفس قواكم يا جراء.
أنتم تظنون أنه يمكنكم إيقاف المقلد؟ عليكم أن تفكروا بشأن تغيير مهنتكم. رايدر، إذا كان لديه نفس قوانا، كيف نصعد إليه ونوقفه؟ لدي الشيء المناسب. واو! هذا رائع! لكن يا رايدر، لا يمكن قيادتها. ليس عليكم قيادتها، أقصى قوة يجرى. سيارة حوامة؟ رائع! جيس وزوما وسكاي، شتتوا هذا المقلد. مارشل ورابل وروكي، انتظروا إشارتي. سأفعل. قطي يا صغير، لا يمكنك الإمساك بنا. ها؟ من أين حصل الجراء الأقوياء على تلك السيارات؟ أريد واحدة. يمكنك أخذ واحدة من الأرض بعد أن أطردهم من برجي. يوجد واحدة على يمينك. لا، يسارك، بجانبك. لا لا، خلفك. كل شيء بخير يا رايدر. يسعدني سماع هذا. كان وشيكا. مرتش! ترى لماذا يتوهج النيزك؟ الكل يعرف أنه تفاعل غلافنا الجوي مع الجسم الكوني يكون أشياء. ماذا حدث؟ أو لا، احترس يا رايدر، يوجد شيء غريب في هذه الصخرة الفضائية. كيف أرقد بهذه السرعة؟ عذراً. واو، هذا الجليد صلب، حتى أذابته مخالبي. رائع، لكنه ساخن جداً. بارد ويمكن دفعه. هاي، ما الذي فعلته؟ كيف أطير بدون جناحين؟ هل صنعت دوامة أم أشعر بدوار شديد؟ أعتقد كليهما. شيء غريب يحدث هنا. غريب ورائع، كأدوات خارقة. رائع! انظروا لنقطة المراقبة. رائع! إنها تطير. كابتن توربت كان محقا، الجراء ونقطة المراقبة أصبنا به، لذلك نحن فقط لدينا قوى. رائع! هيا نحضر النيزك. النجدة، علقنا في شبكة عنكبوت. النجدة. هاي روكي، ما هو صوت الأرانب؟ تطقطق. لا تخافي أبداً يا أرانب، أبولو الجرو الخارق هنا. تتا. نعم نعم، نحن أحرار. شكراً أيها الخارق. ليس سريعاً، يجب أن تمر خلالي الملك العنكبوت. سأتجاوزك بالبوبفو. لقد تمكنت منك أبولو. كابلاما. آسف، لكن يجب أن أنقذ الأرنب. ليس إذا الملكة الدبور منعتك. لا يمكنك الإمساك بي. تمكنت مني أيها الخارق. ها، لا أحد يهزم أبولو. يا أرنب. وي. تنترا تنترا تنترا. مارشل، ليس لدي أشعة سينية حقاً، لا أرى خلال مخالبك. آسف. واو.
لا أحد يمكنه هزيمة أبولو الخارق ما عدا مارشل. لعبة أبولو تجعلني متحمساً لرؤية أبولو الخارق المتميز على التلفاز. أنا أيضاً. رايدر يقدم الوجبات وكل شيء. يام، هذا الجرو يحب الوجبات الخفيفة. الأفضل أن أتفحصها. إيه رايدر، أتريد مساعدة في تذوق النقانق؟ أكيد، لما لا؟ لذيذة، لكن لأتأكد سأجرب أخرى. أحتاج إلى بعض المساعدة. تاك، ليبرتي، هيا يا تاك، هيا نثر بعض المتاعب. هذا ما أفضله. الإنقاذ هو اسمي الثاني. انتهى الأمر يا كودي. هيا تحرك تحرك. حسناً، سأحركه من أجلك. رائع. أوه لا أصدق، لقد تم شحنه بالكامل وسنذهب إلى القمر. لنرى قوة فريق القطة الآن. ضربة زين. الأسد. آسفة على النبأ الحزين يا كودي، لكن خطتك للتدمير قد فشلت. فقاعة. أوقفنا آلة التدمير يا جراء، لكن علينا مساعدة كودي الآن. تم شحن الناقل بنجاح، يمكنك نقل أهل البلدة إلى القمر الآن. رائع، إذا لم أحصل على خليجي المغامرة لن يفعل أحد. كف عن اللف. لقد نقلنا الناقل بنجاح إلى القمر. أليدي، أحضري تصميماتي لبناء سفينة فضاء. لم يتخلص خليج المغامرة من كودي جيزمودي بعد. بالنيابة عن البلدة ممتنة للغاية، أود أن أشكر دورية المخلب كلها على إنقاذ خليج المغامرة. على الرحب يا عمدة جودواي، إذا حاول أحد أن يدمر البلدة فقط أطلبي المساعدة. هذا يدغدغ. رايدر، لقد عاد ضيوف بيتي. حسناً يا روكي، أنا في الطريق. تسعدني رؤيتكم، انظر ماذا حدث للبيت. كانت الرياح قوية بالأمس. ليس بهذه الدرجة، وسمعت عواء ثانية بالأمس. اطمئني يا يومي، سنعرف ما الأمر. أهلا يا رايدر، ما الأمر؟ رابل، نحتاج جاروفك لبناء بيت من الأحجار. رابل يأتي مسرعا. يبدو أن هذا البيت قد أكل أيضا يا رايدر. هذه المرة آثار الأسنان كبيرة جدا. أسنان كبيرة كالموجودة عند ذئب كبير؟ الذئاب لا تأكل الخشب وأيضاً الأبقار، لذا ليست بتينة هذه المرة. إذن من يصنع تلك الآثار؟ إنها كبيرة. هل طلب أحد أحجاراً؟ شكراً. روكي، هل تساعد رابل؟ أي شيء من أجل أصدقائي. كماشة. جاروف، هيا نبني. تشيس، تتبع الآثار بالطائرة. فكرة جيدة. رو، الطائرة. رو، اطلاق. الطائرة وجدت شيئاً. شيئاً له مؤخرة كبيرة وذيل. هيا نذهب. إنه تشومبي.
لابد أن ذيله هو ما صنع الآثار الكبيرة. إنه يكبر سده، والسبب واضح. تشومبي يكون عائلة. هذا يفسر الأفرع المفقودة. رائع يا تشومبي. شكراً يا جراء، بيت الأحجار يبدو مقاوماً للمطر. أحسنتم جميعاً، وفي الوقت المناسب. إذن عندما أنادي باركو، الجميع يقولون بولو، ثم تحاول أن تجدنا. هذا سهل جداً. ليس عندما ترتدي العصابة. أوه، حسناً، باركو. بولو. باركو. بولو. أظنني أسمع زوما هنا. واو. رابل، زوما، روكي، تشيس، سكاي، أمسكتكم، أجيد هذه اللعبة. آسفة يا عزيزتي، أبحث في كل مكان لكني لا أجد هاتفي. عمدة جودوي، هل أستخدم هاتفك؟ هاتفي مفقود وكذلك البطيخ. هل أقترض هاتفاً؟ كالي علقة على السطح وهاتفي مفقود. هاتفك مفقود أيضاً؟ هذا كابوس شديد. يجب حقاً أن نصل إلى دورية المخلب، لكن كيف؟ شكلت أنت محقة، يمكن للركض. حتى أنني أرتدي حذاء الركض. رايدر، رايدر. أهلاً يا عمدة. جاربي، ماذا يحدث؟ الهواتف مفقودة في أنحاء المدينة، ولم نتمكن من الاتصال بك. كالي عالقة على السقف، وبطيخ السيد بورتر اختفى، وتشيكليتا منزعجة ولا يمكنها لعب لعبتها. هذا لا يبدو جيدا. وما الذي على جاربي؟ إنها رسالة من آل. إنه في الخلف وإطاره فارغ ولا يجد هاتفه. هاتف آخر مفقود؟ سنحتاج لقوة شرطة الجراء لحل هذا اللغز. لا توجد هواتف مفقودة ولا جر صغير. دورية المخلب، إنه وقت الإنقاذ الفائق. رايدر يحتاجنا. عمدة جودواي، جاربي، أهلا. احترسوا جميعا. باركو. بولو. لم أعرف أن العمدة وجاربي يلعبان أيضا. إما، كورنيليوس، ابقى يا ساكني. أنتما الاثنان مشاغبان. أليكس، هل يمكن أن تسدي لي خدمة وتحضر لي قطعة خبز؟ بالتأكيد يا عمي، سوف أحضرها. ألقي قطعة إلى كورنيليوس وإما حتى يهدأ ولا يتحرك. لا تكون لحوحين، لدي المزيد. هاي. إما، كورنيليوس، عودة إلى هنا. عودة أيها المشاغبان. لا، احترسا، تكون زلقة وهي مبتلة. سريعة. سنحتاج مزيدا من المساعدة في إعادتهما. أعرف بمن أتصل. رايدر هنا. مرحبا رايدر، نحتاج مساعدة مع إما وكورنيليوس. هذان المشاغبان هربا، وأخشى أن ينتهي بهما الأمر في النهر. سنكون هناك. لا يوجد خنزير مشاغب ولا جرو صغير. دورية المخلب، نقطة المراقبة. رايدر يحتاجنا. الأفضل أن أسرع. آسف. أنت، انتظرني. أظن أن هذا السباق انتهى بالتعادل. نصنع بطاقات صداقة لجميع المدينة. مدفع الألوان جاهز. بطاقة المحيط الأزرق للكابتن توربت. التفاح الأحمر للمزارعة يومي. البروكلي الأخضر للسيد بورتر. والآن الطوابع. هل لدينا طوابع بنكهة اللحم؟
ها هي بطاقات كارلوس وماتيا. كيف تقول صديق بالإسبانية؟ أميغو. وهذه واحدة لفرانسوا. كيف تقول صديق بالفرنسية؟ أمي. أميغو أمي، أصحاب رفاق، سنكون جميعاً معاً إلى الأبد. أصحاب أصحاب، جميعنا أصحاب، صديق لك وصديق لي، نحن أقرب الأصدقاء. كومبادري كومراس، صديقي المقرب، نقضي أفضل الأوقات كلنا معاً. صاحبي ماي فريند، رفيقي أيضاً، يمكننا أن نقول أحبك يا صديقي. أصحاب أصحاب، جميعنا أصحاب، صديق لك وصديق لي، نحن أقرب الأصدقاء. هذا الجرو يجب أن يطير. الآن بدون أجنحة. بيتي بيتي، إنه يحترق. أنا سأطفئه. مدفع الماء. الختام الكبير. سيداتي وسادتي، صفقوا للفيل إلي ويونس، وأيضاً رايلر ودورية المخلف. شكراً جزيلاً. شكراً. علينا أن نجد العمدة القرد، أعني العمدة هامدينجر. عمدة هامدينجر، نحن هنا كي ننقذك. سيتأذى عمدة بسبب تصرفه. تراكر، هل يمكنك إنزاله؟ أمرك يا رايدر. وف! أسلاك. عمدة هامدينجر، دعني أساعدك. نزول. رايدر، لا أظنه يريد النزول. ماذا أفعل في الأعلى؟ النجدة. انظر يا رايدر، يجب أن نعيد القناع، وإلا سيظن أنه قرد. أيمكنك خلعه؟ لا أعرف، سأحاول. لم أستطع يا رايدر، إنه سريع جدا. يجب أن نشتته. في طريقي. انظروا إلي في الأعلى. أوه لا، يجب أن أنزل من هنا. توجد طريقة للنزول، أأنت بخير؟ لا، لا أعرف أين أنا، وأنا لم أريد أكل الموز.
إنها قصة طويلة، لكن بدأت بأنك أخذت القناع. استعرته فقط. حسناً، سيعود إلى مكانه في المعبد. انظروا، العمدة تنزل البراميل. رابل، ادفع بآلات القش للعمدة. أمره. حسناً، ما الذي يحدث؟ هي أفضل في أعمال رعاة البقر وهي نائمة. ها هي ذي، ركوب مزدوج. ووهو! إنها أفضل راعية بقر رأيتها. تشيس، إنها في اتجاه أوسكار وتشيكيليتا. حسناً يا رايدر. إنها في الأعلى وترتجه للحافة. تشيس، استخدم شبكتك كترامبولين. الشبكة. ها هي قادمة، وها هي انطلقت. أصبحت أعلى الآن. سكاي، نحتاج لإنقاذ جوي. بالتأكيد، سأحلق في السماء. يجب أن تبعد عن الحافة حتى تصل لها سكاي. تشيس، تسلق لهناك. رو، الحذاء اللاصق. عمدة جودواي، توقفي رجاء. عظمة رائعة، أمنية جيدة يا رابل. وما زال لديه أمنيتان. شكرا على تفكيري. آلة لحك البطن. لا، ربما عصا تلقي نفسها لأتمكن من اللعب بها. الآن أعرف، أتمنى حماما مليئا بالفقاعات لا مثيل له. هذا الجرو يريد حوض استحمام، سيكون دافئا ومليئا بالفقاعات. بالتأكيد أفضل حمام على الإطلاق، رابل يحب الفقاعات. حمام سعيد يا رابل. هيا نلعب رقصة الجرو. مدهش. هذه فقاعة كبيرة. يا رفاق، أظن لدي مشكلة فقاعية. ولهذا السبب كعمدة خليج المغامرة. أهلا عمدة جودواي. سأحدثك بعد دقيقة يا رابل. أعلن أن هذا اليوم يوم رسمي للحوض الطاهر. ماذا؟ أشجار صنوبر؟ أوه لا، هناك مشكلة. بالتأكيد هناك أشواك. وإذا لم تكن الأمور سيئة، ماء الاستحمام سيصبح بارداً. هيا هيا هيا. رايدر، هيا يا رايدر. رابل، أنت بخير؟ ليس بالضبط. طار حوض الاستحمام وعلقت بشجرة، والفروع تتكسر وأحتاج مساعدة. نحن في الطريق. زوما، أحتاج إليك وإلى عوامتك في الماء، قد يسقط الحوض. كاي، أحتاج مروحيتك لتنزليني بالحزام لأرفع رابل من الحوض. هيا. وعر جدا. قطار. كدنا نمسك به يا جيراف. أنا لا أرى شيئا. يجب أن نغلق الصندوق. زوما، حاول أن تغلقه. حالا يا رايدر. عوامة.
واحدة من البالونات المزعجة. الحقيقة البالونات يمكن أن تساعدنا على إنقاذ العمدة. تودلز، هل لديك بالونة كبيرة؟ إن هذه شطيرة. رائع، حسناً يا روكي، استخدم عكس مكنستك لتنفخها. لنعكس المكنسة. فهمت، نستخدم البالونة كوسادة لهامدنجر. بالضبط. فلتسرع، يتجه مباشرة إلى حفل أليكس. إيتاريس، ملابسي ستفسد بسبب هذه الكعكة. كعكتي سوف يفسدها العمدة هامدنجر. ليس في وجودي. كاتي وحفلي، شكرا لكم جميعا. على الرحب يا أليكس، كلما خرج مهرج عن السيطرة فقط للمساعدة. مارشال، تفهم لغة الصفير. تودلز يقول: أقدم حذاء المهرج وهذه الجائزة للعمدة هامدنجر لكونه مهرجا رائعا. نعم، أنا مهرج رائع. الآن أعطني، إنها مناسبة جدا وجائزتي مدهشة جداً. انظروا إلى التفاصيل في هذه الزهرة. ليس مضحكاً، ليس مضحكاً. هذا أفضل حفل ميلاد على الإطلاق. السلم. كالي، تشيكيليتا، أنا هنا لكي أنقذكما. استيقظي يا تشكليتا، وقت الإنقاذ. ابتعدي يا كالي، أنا لا أرى. واو واو واو. لا رائع. الجميع من هنا. لا، هذا الاتجاه. انتظر انتظر انتظر، عودوا للطريق الأول. واو واو واو. أنا قادم يا مارشال. كاتي، كيف توجهين هذا الشيء؟ لا أعرف، عادة أحمم الحيوانات فيه. نتشكليتا، ساعديني. سأتولى أنا هذا الأمر. واو، إنه أنف روكي العملاق. يا إنها عين سكاي العملاقة. واو، يا فم زوم العملاق، وعملاق آخر هو أنا. رائع. واو. يا له. رو، الشبكة. كليتا، في يوم من الأيام كان يعيش مجموعة من الفرسان. أنا فارس الحفر الكثير. أوف. أنا فارس الغوص الكثير. أنا فارس الخربشة الكثيرة. نعم، هذا هو المكان. وأنا سيدة الطيران. قائد الفرسان القوي كان أشجع الفرسان في البلاد. أشجع الفرسان في البلاد. مارشال، ما خطبك؟ أنا لا يمكنني، لا أتذكر أي كلمة، والجميع ينظر لي هكذا. اطمئن، سأساعدك لتبدأ. حسناً. وأنا آرثر. وأنا آرثر. لا لا، أعني أنا آرثر. انظروا، إنه عرش الأميرة خالي. انظروا، عرش الأميرة به خل، أعني خالي. إنه خالي. من سيكون
سينقذ الأميرة الجميلة. يمكنك فعل هذا. لا تخافي يا أميرتي، آرثر وجراؤه الشجعان من المائدة المستديرة سينقذونك. أحسنت يا مارشال، أحسنت. أحسنت. انظروا العظمة. تبدو لذيذة. من يسحبها من الحجر يصبح ملكاً. اسمعوا الأميرة. لا تخافي يا أميرتي الجميلة. أنت الآن حرة يا أميرتي الجميلة. أحسنت يا مارشال، أحسنتم جميعا، أنتم رائعون. التاج. يحيى الملك آرثر. يحيى الملك آرثر. ذلك ليس شبحا، إنه مارشال. مرحبا. مرحبا مارشال. أين يذهب؟ جراء، يبدو أن مارشال يسير وهو نائم، والآن يتزلج وهو نائم. ذلك ليس جيدا. تشيز، هيا بنا. لا يتزلج بمهارة وهو مستيقظ. مارشال، أنا رايدر، استيقظ. تشيز، الحبل. فكرة جيدة. الحبل. أمسكته. فقدته. زوما، أحتاجك عند الميناء. اطمئن، أنا هنا. يا حركة رائعة. أحلم حلما سخيفا، كنت ها أتزلج على حوت. واو، النجدة. أو تمسك يا صاحبي. أو العوامة. اطمئن يا مارشال، أنت في أمان معنا الآن. حسنا، شكرا يا زوما. أنا بخير. هيا لننزل. تبدو خائفة، كيف سننزلها؟ أرجو أن أطير بطريقة أفضل. أرجو أن أطير بطريقة أفضل مما كنت. هل ستطير كل هذه المسافة؟ يمكنني هذا. أجنحة. هذا الجرو يجب أن يطير. احترق يا مارشال. أنا أطير، أنا أطير، أنا أطير. لقد نجحت. واو 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 حلمت أن القطط يمكنها الكلام. غريب. ما هذا؟ ها؟ واو واو واو. هل هذا مارشال؟ يرتدي جناحي ومعه قطة لطيفة صغيرة. واو واو. أمسكي يا كيتي. أمسكتك. رايدر. مارشال، لقد نجحت. ها؟ أنقذت القطط. كل القطط تشكرك.
حسناً، كلما وجدت مشكلة فقط اطلبي المساعدة. اهتممت بالفعل بنقطة المراقبة في غيابنا. أنت جار جيد. أنتم رائعون، أنهيتم العمل، هيا نلعب الآن بمتنزه الجيران. دورية المخلات، دورية المخلات، دورية المخلات. جميل روكي، إنه أنت. ماذا تسمين هذا؟ تصفيفة الصقر. ليست سيئة. وللمسة النهائية، روكي يحبه. يجب أن نلحق بالقطار وإلا سنتأخر عن العرض. فحص الأمان انتهى. هيا، إنه وقت العرض. التالية جائزة السلالات المختلطة. الفائز بجائزة أفضل مظهر للسلالات المختلطة كيتي وروكي. جراء، لديكم الكثير لتفخروا به. إنقاذ العمدة واتشيكيليتا ومساعدة كيتي، الكل فائز. أنتم رائعون، أنهيتم العمل، هيا نلعب الآن بمتنزه الجراء. دورية المخلات. هيا يا جراء، انظروا إلي، أنا الجراء. الفائز بمظهر روكي. يا عزيزي، تقلقي يا عمدة جودواي، أنا معك، فقط كوني هادئة. لا أستطيع النظر. أمسكتك يا عمدة. يمكنك فتح عينيك الآن. واو إيفرست، أنت جيدة جدا. فقط تشبهي يا عمدة. أنا أحاول، أنا أحاول. رايدر، العمدة على منحدر التزلج. يبدو أن جبل إيفرست تحت السيطرة. هذه قفزة كبيرة. هذه القفزة تبدو عالية جدا، سوف ينهار التل. قابل، نحتاجك في قاعدة قفزة التزلج. قد ترحل العمدة جودواي وتشكليتا جوا، وعلينا تأمين سقوطهما. رابل يأتي مسرعا. هيا لنذهب. استرخيت تشيكي، الأمر انتهى. أجل، الطريق سيكون سلسا من الآن. واو، باستثناء ذلك نحتاج كومة كبيرة من الثلج. لن أتوقف ولن ألتف حوله. هذا صحيح يا إيفرست، عليك أن تتخطيه. بإمكاننا أن نفعلها. في الواقع سيكون هذا أمرا ممتعا. ممتع، لا أريد الذهاب. عمدة جودواي، تشكليتا. لا، إنها الأسطوانة الوحيدة التي صنعت. ستسقط. الانقضاض على صندوق الموسيقى. أولا، الاسطوانات سألتقط بعضها. دورية المخلب، أحتاجكم جميعا لإنقاذ بعض الاسطوانات. رف الشبكة. حصلت على واحدة والثانية.
أمسكتها. قد وجدت الموسيقى في وقت قياسي. عمل رائع. سنلتقي عند السيد بورتر ونعيد صندوق الموسيقى. النجدة النجدة النجدة. ولكن يبدو أن العمدة هامدنجر في مأزق. روبل، أنت اعتني بصندوق الموسيقى. تشيس وأنا سوف نتحقق من العمدة هامدنجر. ذئاب لطيفة، اركضا إلى منزلكما الآن. أعتقد أن الذئاب تريد المزيد من موسيقى البلو جراس. اجعلوها تذهب بعيداً أرجوكم. أعتقد أنني أعرف كيف. الأفضل على الإطلاق. يام 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 يام. روف الشبكة. أو 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 أو. عمدة هامدنجر، تفضل هذه. يمكنك استعادة الأسطوانة، والمرة القادمة اسأل فقط. حسناً، سوف أشغل أغنيتي في مخبئي طوال اليوم. تعالوا يا قطط، يمكننا الحصول على قطة تغني. الوداع يا عمدة. واو، بالتأكيد تعمل بجد لتهتم بالمدينة. أتمنى أن تأخذ راحة وتستريح في الشمس مثلك أيها الضفدع. ريبت. أوه، أظن أني كنت متعباً جداً. ريبت. هذا غريب، لماذا ترتدي قبعة كالعمدة؟ لأني أنا ريبت العمدة جودواي. لكن أنت ضفدع. ماذا؟ ربي ربي. أوه حقا، ضفدع أو لا، ما زال لدي عمل. تأخرت على اجتماعي. هيا نذهب ربي يا تشيكليتا. اطمئني ربي يا تشيكليتا، أبدو مختلفة ولكني ضفدعك المقرب، صديقتك الدائمة. تشيكليتا عودي. هل أنت بخير يا عمدة جودواي؟ تشيكليتا الغالية أين ذهبت؟ كالي كبرت كثيرا. ريبك ريبك ريبك. عمدة جودواي، هل أنت في الأسفل؟ لا أسمع شيئاً، سأتصل برايدر. رايدر، أنا رابل، في مشكلة. ما الخطب؟ ينبوع الأمنيات حول جودواي لضفدع، ثم ركضت خلف تشيكليتا واختفت تماماً تحت صخرة. اطمئن يا رابل، لا توجد مهمة كبيرة ولا ضفدع صغير. دورية المخلب، نقطة المراقبة. رايدر يحتاجنا. قفزة الضفدع. واو، انتبه. أوبس، لم أنظر قبل أن أقفز. ساعدوني. لا تقلق، سنكون بخير. هل تعتقد أنها فكرة جيدة أن تستمر في رفرفة ذراعيك؟ أنا لا أريد أن أتحطم في حالة نفاد مضخة الهواء بقميصي. غاربي، يمكنك الآن أن تقلقي. مزارع آل، عمدة هامدنجر، سعداء بالعثور عليكما. نحن سعداء أكثر. سكاي، وقت استخدام الحزام. حالاً. حزام. سألتقط ذلك و... انصرفي يا طيور. حسناً، لنحاول ثانية. اتركينا وشأننا. طيور النورس تعتقد أن العمدة هامدنجر قائدها. لماذا تعتقد ذلك؟ لأنك ترفرف بذراعيك وترتدي قميصاً منتفخاً. أنا ما زلت لا أفهم. انتظر. الآن أنا أفهم. حسناً، هذه المرة ستنجح. أجل، طارت بعيداً عنا. أجل، لكن لماذا؟ بسبب الطائرة التي أمامكم. هذه الخريطة تبدو مربكة حقاً. كيف حالك يا رايدر؟ كيف أساعدك؟ ساعي البريد، أنت على وشك الاصطدام بعارضي أزياء. أوه، شكراً يا رايدر. حسناً، من الأفضل أن أسلك منعطفاً بسيطاً. تش،
تشيس، أمسك تلك الطرود المتساقطة. أنا أحب لعبة الصيد. رف الشبكة. عمل جيد يا تشيس. السماء صافية، الآن فرصتي. مزارع آل، أمسك الحزام. أمسكته. تمسك جيداً، عمدة همدنجر، سأعود حالاً لالتقاطك. مهلاً، لا، خذيني أولاً. عمدة همدنجر، أنت تجعل الوضع أصعب. اهدئي، سيطري على المروحية. الناس دا أنا أفقد قبضتي. ربما هذا بسبب مرطب اليدين. النجدة. هاي، انتظروني. تشيس، رابل، انظروا إلي في الأسفل. لقد سمعت شيئاً، لكن يبدو أنها رياح. لا يعرفاني أني هنا. أسوأ دخول إلى المصعد على الإطلاق. وجدتم مارشل؟ فقط شاحنته. هيا نبحث بالمنظار. شاحنتي. هذا يعطيني فكرة. سلم. مرحبا جميعا، اشتقتم لي. مارشل، أين أنت يا مارشل؟ إنه على هاتف الجرو. تفكير جيد. ترونني؟ ياي، هيا يا مارشل، هيا يا مارشل. سكاي، امسكي مارشل قبل ان يسقط. سافعل. جناحين. تمسك يا مارشل، انا في الطريق. واو 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 واو. شكرا يا سكاي. بعد أن عدت، هيا نجعلك كبير. مستعد؟ نعم، يدغدغ جدا. يا جراء، تعالوا شاهدوا هذا. هل كبرت؟ مفاجأة. لما أشعة التقليص هذه؟ أشعة التقليص؟ هذا ضوء حتى تلعب الكرة في المساء. رار، لاعب الكرة. السيد سنجاب سيغضب منا. فعل هذا في حلمي. حسناً. أوقفوا كل شيء، هذه حالة طارئة خاصة بالعمدة. أولا، ما الخطب يا عمدة؟ سأذهب لمقهى السيد بورتر و سأتناول العشاء في منطقة بلا قطط. أود المساعدة يا عمدة همدنجر، لكني مشغولة الآن. لكن قططي لن تكون مزعجة أبدا، إنها أفضل الحيوانات على الإطلاق في قاع الضباب. تعرفين يا كاتي، يمكنني مساعدتك في مراقبة الصغار. شكرا يا رابل، هذا لطف كبير منك. سأعيد تشيكليتا وجاربي، وأنت تراقب القطط. وعندما أعود سأعد لك حمام فقاعة مزدوج. حمام مزدوج، فلتعتمدي علي. لن يكون صعبا، لا توجد قطط مطيعة مثل قططي. استمتعوا يا قطط، سأعود بعد قليل. يبدو أنهم يحبونك يا رابل. حسناً، لي طريقة مع القطط، أليس كذلك أيتها الصغيرة؟ أراك قريباً يا صغيري. أوه، قطط، أين تذهبون؟ هذه كمية كبيرة. توقفوا، احترسوا، اخرجوا من الحوض في الحال. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ هل هذا فأر؟
تصنعون الكثير من الفوضى، سوف أجففكم. قطط، أظن أن الفأر تحت هذا الصندوق. ياه، لهذا لا يجب أن تستخدموا الكثير من الشامبو الجديد. الأفضل أن أطفئ المجفف. أوه لا، قطط، توقفوا، عودوا. رابي، أحسنت يا زوما. أين آخر مرة شاهدت نظارتك يا كابتن توربت؟ آخر مرة رأيتها تغرق هنا. أنا لا أرى شيئاً في الأسفل. زوما، ابحث بغواصتك في قاع البحر عن النظارة. اجهز، استعد، ابتل. أو أو. غواصة. رايدر، وجدت النظارة. التقطها سلطعون ويتجول مع أصدقائه تحت الماء. حسناً، تحرك ببطء، لا نريد أن نفزعهم. واو، كماشة. فقط كن رقيقاً. أوه، هكذا. ماذا عن مقايضة يا صاحبي؟ أنت حقاً مهرج. رايدر، وجدت الهاتف، يبدو أنه عالق هنا. في الوقت المناسب يا روكي، هاتف كابتن توربت في الصندوق السفلي. رافعتك الشوكية يمكنها أن تحركه لنمسك به. لك هذا يا رايدر. أحسنتم، هيا نعده لكابتن توربت. شكرا على إيجاد هاتفي، أتمنى أن أجد السمكة. أنا أراها الآن تسبح عبر الأمواج. أخيرا سألتقط صورة. طرد خاص. أحسنت يا زوما. كابتن توربت، أحضرنا نظارتك. شكرا على مساعدتكم. يمكنني السعي خلف صورتي لل العمدة جودواي والمزارعة يومي في ملابس سباحة وردية، لكن ماذا عن الدلائل الواضحة؟ السمكة ذات الأقدام مجرد خرافة رائعة، إلا إذا أحتاج لبحث أكثر. أستعد للإبحار. هناك آثار. إنها عميقة. أياً كان، هو عملاق. هل تظن أن ذلك الوحش العملاق ذا العيون الست قريب؟ رابل، لا يوجد أي ماذا؟ لا يوجد أي ماذا؟ وحوش جليد. هيا نكتشف ما الذي يحدث فعلا. تشيس، شمها. أمرك يا رايدر. شيء ما يجعلني أعطس. شكراً على إخراجي. الوحش ذهب من هنا. حسناً، هيا بنا. البيت؟ هيا يا رابل. مؤكد، لا مشكلة. يبدو أن وحشنا المخيف يحب التوت. نعم، انظر يا رابل. رابل، أين ذهب؟ رابل، ماذا تفعل؟ أنا في وضع استعداد في حالة خروج الوحش. هل أنت خائف من ال أصدقاء، لستم خائفين من الضوضاء صحيح؟ آسفين يا رايدر. فلنقم بهذا. إنه قريب، قريب جدا. قريب، قريب جدا. رايدر، وحش الجليد. أمسكتك. تشيس.
آسف يا رايدر، كنت أحاول الإمساك بالوحش الجليد، كان هناك تماما. ها هو، لقد وجدنا الوحش. الآن ذلك هو وحش الجليد. ليس وحشا، إنه بقرة وأصدقاؤها. شريط قبعة العمدة سرقته الغربان، ويجب أن نجده. هوتي، أحتاج جناحك لتطير للخليج وتبحث عن الغربان. كالي، أحتاج لمخالبك لتتسلق الشجرة ونجد العش، وبقيتكم تشجعونهما. قلتها يا تشيكيليتا، دورية أليكس الصغيرة انطلقت. وأخيراً دوريات الجبال. هناك، أراها، الغربان. بسرعة يا هوتي، اتبع الغربان. يا صديقي، فقط أطلق البوق لأحيي يوم القبعة، حتى أنني سأضيف كاباً أنيقاً لسفينة المخلصة. هيا كابتن توربت، هل رأيت الغربان؟ لقد رأيت فقط طيور النورس اليوم. حسناً، شكراً. هيا هوتي لنكمل البحث. يبدو أنها الغربان المفقودة. إنه شيء مهين. رايدر، النجدة، فقدت سروالي. وراية الرياح طارت بعيدا. سكاي، فلتمسكي راية الرياح التي طارت. هذا الجرو يجب أن يطير. رايدر، يسعدني أنك هنا. تماسك يا كابتن، سنعيدك للوضع الصحيح ثانية. حسناً يا سكاي. شكراً، أتمنى لو أن راية الرياح لم تطر. أيمكنك إعادتها يا سكاي؟ مؤكد. هذه البطريق تعرف كيف تستمتع. يا كالي، تتجه إلى ذلك الجرف والمياه الباردة. ابتعدت كالي عن المحراث إلى الجليد، تنجرف في اتجاه البحر، ومحراث الثلج يسير بمفرده. شيس وإيفرست، اهتم بالمحراث. زوما، أريدك أن تحضر كالي، علقت في الجليد. لا تقلق مطلقاً يا رايدر. حسناً يا تشيس، اقترب قليلاً وسأقفز. أنا أحاول. تقريباً وصلت. واو. قفزة رائعة يا إيفرست. شكرا يا تشيس. اتبعني يا زوما. الانهيارات الجليدية مدهشة، ألا تفكر يا صاحبي؟ هاي، متى وصلت؟ تماسك. لا بأس يا كالي، سنعيدك إلى البيت. كالي، احترسي. زوما، كالي قادمة إليك.
هيا يا كالي اقفزي. تخشى أن تتحرك. هل يمكنك الوصول إليها؟ فكرة رائعة. عوامة أمسكتها. ليست أوزة، ليست أوزة، مؤكد ليست أوزة. ماذا عن هؤلاء؟ نعم إوز. وو 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 وو. الإوز قادم. الإوز قادم. سمعنا. أحب عشك يا روكي. إلى أين أيتها الإوزة؟ سأساعده. أنت بخير أيها الصغير؟ هاي، سأختار لك اسم مشغب. عد إلى عائلتك يا مشغب. أحسنت يا مارشل. مارشل، لديك صديق جديد. جديد ماذا؟ صديق إوزة مقرب. وسكاي لم تقم بإيجاد روكي. هل هذا يعني؟ لا أصدق هذا، لكن ربما روكي فعلا أصبح ويرجارو. سنذهب للوادي معا. أعرف طريقا مختصرا، سأذهب أولا بينما تساعدونهن. عباد الشمس، وصلت. أتمنى أن ينجح هذا. الأسطورة صحيحة، إنه حقا ويرجارو. العمو أورتس، اطمئن سأخرجه. روكي، هل هذا أنت؟ فلتسرع، لدي رفيق ضخم ذو فرو هنا. شكرا يا روكي. روكي، إنه أنت. أرجوكم لا تخافوا. كيف يمكن أن أخاف منك؟ أنقذتني للتو بمخالب الويرجارو. لكني أخيف الجميع. إذن شم عباد الشمس شمة قوية، وبعد قليل سوف تكون بخير. أو ستكون روكي. كل هذا الركض والقفز والنباح جعلني أريد النوم. إذن هيا نعدك إلى الفراش. هيا. هل يوجد أحد؟ ابتعد أيها الدب. إنه أنا روكي الويرجارو. الويرجارو. يبدو أن أحدهم حلم حلما مثيرا. لكنك بالتأكيد أخفت ذلك الدب وأنقذت المارشميلو. شكرا. فعلت. حسنا، إذا كنت في مشكلة اعوي للمساعدة. المثلجات يا زوما. شكرا يا سيد بورتر. الأفضل أن تسرع، المثلجات لن تبقى طويلا في هذه الحرارة. تفكير جيد يا زوما، سيحب الصغار هذا. هي أرى المثلجات. لقد ذابت. أنا شطيرة ساخنة. مؤسف أنه لا يوجد كاتشب. واو، الخزان مائل فعلا.
يبدو كأنه سيقع لو لم نفعل شيئاً. حسناً يا دورية المخلب، كل منكم لديه عمل يقوم به. تشيس، أحتاج خطافك ومحرك الرافعة. الخطاف والرافعة في الطريق. مارشل، تسلق وثبت الخطافة في زاوية البرج. لقد تم تثبيت الخطاف. رابل، ضع رمالاً تحت اللوح حتى نرفع الزاوية لمستوى البرج. هيا نحفر. روكي، استخدم الرافعة لرفع اللوح حتى يضع رابل الرمل. هيا إلى العمل. ما زال لا ماء في المسبح. ماذا الآن؟ دوري، سأعود حالاً. ما هو الأبرد من الثلج؟ انظروا لهذا، سكاي قادمة لتنعشنا. أولاً كنت شطيرة، والآن جرواً مثلجاً. بارد جداً. لا أعرف، أنا لم أقط حفار الرابل من قبل. اطمئن، سأشرح لك الأمر. مستعد؟ شيس، أتولى المهمة يا السيد رايدر. حسناً، إنه سهل، اضغط الأخضر للانطلاق. لم يكن سيئاً، ما التالي؟ الآن اضغط زر رفع الدلو، ادفع الوقود وخفف المكابح. زر رفع الدلو؟ اضغط الوقود؟ أوه لا، انتظر، المكابح. برفق، وقود كثير. لا، تلك ذراع الحفر. ها؟ من أين أتى هذا التل؟ شيس، اضغط الأحمر للتوقف. شيس، أأنت بخير؟ أشعر بالدوار، لكني بخير. القطار يقترب من المحطة. ليس لدينا وقت. آسف يا رايدر، أنا لا يمكنني اتباع التعليمات كما كنت في رقصة الجرو. وجدتها، سأقول الحركات وأنت ترددها كما فعلت سكاي في رقصة الجرو. أجل. أولاً اضغط الزر المربع على اليسار. الزر المربع؟ ما هذا؟ المذياع، اضغط. أغنية جار. حسناً، مستعد؟ 1، 2، 3 و... القدم اليسرى تدفع الرافعة. القدم اليسرى تدفع الرافعة. القدم اليمنى تضغط لأسفل. القدم اليمنى تضغط لأسفل. هاي، إنها تتحرك وأنا أحفر. أغنية الجار، أغنية الجار، أغنية الجار. القدم اليسرى، الزر الأسود. القدم اليسرى، الزر الأسود. أوه أجل، فعلتها. ممتاز، نحتاج أن نثبت القضبان الجديدة. دورك يا رابل. اللعب في الظلام ممتع حقا. هي الضوء. رايدر والدورية نجحوا، لكن لا وقت لعمل الكعكة. أنا لدي فكرة. رايدر والدورية وصحوها. حسنا، جميعا يمكننا العبور. شكرا يا تشيس، أظن عملي هنا انتهى. تشيس، تغيير في الخطة، نحتاجك عند كيتي، هيا سريعا. حسنا يا رايدر، في الطريق. سكاي، هيا، تشيس في طريقه، وكذلك نحن. رائع، المفاجأة جاهزة. مرحباً، هل يوجد أحد هنا؟ مفاجأة! ياه! عيد ميلاد سعيد، لم نتمكن من عمل كعكة، لذا أتمنى أن تعجبك هذه. ياه! لقد أعدتم الكهرباء الآن، وأعددتم حفلاً لي. عند وجود عيد ميلاد، أطلب المساعدة.
إنه حفل عيد ميلاد تشيس، لكنكم جميعا جراء جيدون. تمنى أمنية. عيد سعيد يا تشيس. هذا أفضل عيد ميلاد في حياتي. تشيس دورك. تشيس يتولى المهمة. يوم التقدير يجب أن يبدأ ببعض الوجبات اللذيذة. انظر إلى وليدة وهي تأكل. لكن ليس والي، هو عادة يكون متشوقا إلى هذا الطعام. واو، سأكون عم حصان البحر، لهذا يعطي والي كل الطعام لوليندا. سترزق وليندا بالطفل. هذا رائع. حصان بحر صغير؟ رائع جدا. لذلك اختفى والي، كان يحضر الطعام لوليندا، فهي تحتاج أن تأكل الكثير من الطعام. والي، أنت سعيد لأنك ستصبح أبا؟ لماذا والي منزعج؟ انظر كيف تتحرك العوامة، هناك شيء يسحبها. أين وليندا؟ لا لا، أهي عالقة في سلسلة العوامة؟ فلنذهب يا زوما، إذا كانت عالقة يجب أن نحررها. حسناً يا والي، خذنا إلى واليندا. كانت عالقة في العوامة، المقاومة سحبتها. تمت المهمة، شكرا لكم. فقد تذكر، عندما تكون في مشكلة اطلب المساعدة. أهلا يا نوارس، لدي فكرة رائعة، اتبعوني. هيا أرجوكم. سكاي، حان وقت استخدام السلاح السري. سأفعل يا رايدر. خذ يا مارشل، جرب هذا. واو! طعم. هاي، تمسك يا مارشل. حسناً حسناً، يوجد ما يكفي للجميع، لكن لن تحصلوا عليه حتى نبتعد عن الحبل. ها؟ ما زال هناك واحد. سكاي، أعيديني لفرانسوا حالاً. ها الخبز نجح. نجحنا. نعم، عرضي يستمر. هيا، أريد تحية لي. رائع. انتظر لحظة، عرفت لماذا وقفت الطيور هكذا. هناك عاصفة قادمة. رابل، أحضر رافعتك لنقل فرانسوا، يجب أن ننزله بسرعة. رابل يأتي مسرعا. تلك السحب تبدو مخيفة جدا، يجب أن تنزل. لا تكن سخيفا، يجب أن أستمر. أضحك في المطر. ها، هذا أنا أضحك في المطر. نعم، أنا قلق بالفعل الآن. وصلت في الوقت، قف أسفل فرانسوا وارفع الرافعة. أنا هناك يا رايدر. رافعة، سننزلك يا فرانسوا، تمسك. أتمسك؟ نعم، إنها فكرة جيدة. رابل،
ليل. أسرع. تقريبا تمكنت منك. هل يمكن أن تقترب مني أكثر؟ فات الوقت. أمسكتك. هكذا أفضل موقع للمشاهدة. فرانسوا، لقد قررت أن تشاهد من هناك في الأعلى. صحيح، وبالتوفيق يا قريبي. هيا استمتعوا بالرقص يا رفاق. قد لا أتميز بأسرع الحركات أو أروعها، لكن أحب كثيراً الاستمتاع بوقتي. تت 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 تت. هل ذكر أحد شيئاً عن الاستمتاع بالوقت؟ واه، كيف الحال يا خليج المغامرة؟ ليبرتي. ليبرتي، يسعدنا كثيراً مجيئك اليوم. هل تمزحين؟ يسعدني مجيئي إلى هنا، كنت أتدرب طوال الأسبوع. انظروا، رقصة جار. أوه، أعجبتني الحركة. حركة رقص رائعة. هاي ليبرتي، تسعدني رؤيتك. سكاي، أنت في المسابقة أيضاً؟ سمعت أنك أفضل راقصة في العالم. أحب الرقص والاستمتاع بالوقت، هذا أهم شيء في مسابقة رقص الجراء. نحن مستعدون للمد، متسابق الجولة الأولى إلى أماكنكم. إنها رقصة الجار. تذكر، اللاعب صاحب النقاط الأكبر في نهاية الجولة سينافس في النصف النهائي. أريد تجربة حركة ليبرتي الرائعة. آسف يا مارشل، أحتاج إلى أعين في ذيلي. واو، حركات سكاي مدهشة. أحسنت يا سكاي. أين الفشار خاصتي؟ أحسنت يا سكاي، كانت حركة رائعة حقا. دورية المخلب، نقطة المراقبة. رايدر يحتاجنا. نعم، هيا. انتظروني. مارشل، لست الأخيرة هذه المرة. هذا أفضل. نحن مستعدون يا سيد رايدر. دورية المخلب، لدينا حالة طارئة. ضباب كثيف يعبر الخليج، الكابتن توربت عالق في البحر وضوء الفنار انطفأ. السفن تحتاج الفنار جداً في الضباب. إذا لم نصلح الضوء، السفينة السياحية قد تصطدم بالجزيرة. علينا التصرف بسرعة. زوما، وو وو، ستنقل تشيس عبر الماء في حوامتك. هيا لنغوص. تشيس، أريدك أن تذهب للجزيرة الفخمة. يمكننا استخدام ضوئك في الفنار حتى يعود كابتن توربت. تشيس سيتولى المهمة يا السيد رايدر. أما الباقون، تيقظوا، ربما أحتاجكم. دورية المخلب، انطلقوا. دوريات، هيا 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 المخلب، هيا 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 هيا. نعم، هيا 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 هيا. دوريات، هيا هيا دوريات، هيا المخلب. إذن إلى أين نذهب؟ رائع. أطفو، أكيد سأحاول.
تطفو في الفضاء. هذا رائع جدا. واو، أنا لم أسر مقلوبا من قبل. ها؟ انتظر ثانية، هذا الطفو يجعلني أضحك. سنذهب إلى بيتك لنأكل. رائع، أين هو؟ على بعد 1000 سنة ضوئية. واوي، ظننت زيارة البطاريق بعيدة. هل هذا كوكبك؟ يبدو ككرة زجاجية. واو، قيادة مركبتك تبدو ممتعة. هل تريدني أن أجرب قيادتها؟ هكذا. واو، هذا مدهش. سوف أتصل به. هاي رايدر، ما الأخبار؟ أو أظنني بخير. داني الجريء، يوجد معك كراكب، انظر لأعلى. إنها بيضة شوكولاتة، سوف أصبح جدة. ها؟ أو نعم، رأيتها. هذا العرض سيكون مع البيض الجميل. احترس حتى لا تقع، سأطلب دعما. رابل، نحتاج منصة هبوط لبيضة تشيكليتا. أعرف ماذا سأفعل. رابل يأتي مسرعاً. جدتك قادمة لتنقذك. اهبط بلطف وهدوء يا داني. تاتا. لا، حفيدتي لا يمكنها السباحة، لا أظن. يا سيد بورتر. أهلا يا عمدة. لا، لا يمكنني النظر. إمساك مدهش جدا. نعم. شكرا يا رابل، تشيكليتا كانت قلقة. انظر إلى ساقيها اللطيفتين. أنت رائع وأخضر. لا. واو، كماشة. واو، أمسكتها بالفعل. أرى شيئاً ما، والكثير من الأشياء الصغيرة. إنه جيمي. لكن ما هذا؟ يبدو أنه أشو بيض. يبدو أن جيمي في الحقيقة جيني. إنه تمساح صغير. إيفرست، أريدك أن تتبعي الدب. سأبحث عن لوح تزلج وأنضم إليك. يمكن أن يعود الدب؟ سأبقى مع رايدر. أهدئي أيتها الدجاجة.
رايدر يتجه لمهرجان المنحوتات الجليدية. منحوتة روكي الجليدية تحطمت، هذه كارثة. أكمل أنت، أنا سأبقى وأحمي المنحوتات الأخرى. قل ثلج. ثلج. دب. إيفرست، أريدك أن تتبعي الدب. سأبحث عن لوح تزلج وأنضم إليك. لوح تزلج. حتى أكثر روعة، 11. حبل صح. ركض رائع يا إيفرست، أحسنت في إيقافه. شكرا. اتركي السيدة ويني وشأنها. أنا سريع جدا. أنقذوني بشكل أسرع، أنا وفلورا لدينا مسابقة لنفوز بها. رايدر، سأحاول إلهاء النسر بعيداً عن دراكر. حسناً، هذه حقاً مساعدة كبيرة. من رايدر إلى تشيس، لقد أنقذنا ويني، لكن مع مساعدة كبيرة جداً. ونحن وجدنا الفلامينغو. هذه رقصة رائعة. لنأخذها للمهرجان ليشاهدها الجميع. أعرف من يمكنه مساعدتنا. رف، مكبر الصوت. هيا يا مارشل، سأضع مكبر الصوت. هانك هانك، طيور الفلامينغو، اتبعوا تشيس للمهرجان. هانك هانك هانك. أقدم لضيوفنا المميزين فلورا والفلامينغو. شكراً جزيلاً يا دورية المخلب للعثور على التوأم وفلورا. على الرحب، كلما اختفى منكم الراقصون فقط هانك هانك للمساعدة. بسببكم يا دورية المخلب تخلت عني فلورا للانضمام إلى القطيع، وهذا يتركني بلا منافس في مسابقة الفلامينغو. وجدت قرداً آخر. هيا ارقص معها. الفائز في المسابقة هو المشعر الكبير. صديقي المشعر، أريد أن أخذك كفنان حقيقي. أستطيع إخبارك بأن لديك ما يلزم لتكون نجماً كبيراً. أجل. وفا تشيس، أهتم بقضية الديناصور. كنت أصل أيها الصغير. يجب أن أصل للنفق. أمدة هامدينجر، اترك هذا الصغير لأمه. أبدا. يا جراء، أحتاج للمساعدة هنا. إنهم بعيدون، كيف سنصل في الوقت المناسب؟ شاهد هذا، مخلب الديناصور. مهلا. لا. رف، الشبكة. Whoa!
يا جراء. لا يوجد صغير ديناصور. وأين قبعتي؟ بالتأكيد يا تشيكليتا، السيد بورتر يصنع أفضل مثلجات. رائع، نحن عالقتان على السطح. لكنه مشهد يخطف الأنفاس. وهذه كارثة تخطف الأنفاس. رايدر، النجدة. أهلاً عمدة جودوي، ما الأخبار؟ أنا وتشيكليتا أيضاً. نافورات غامضة من المياه تتدفق في كل المدينة، دفعتنا واحدة منها إلى أعلى ونحن ننزلق. نحن سنأتي في الحال يا عمدة، لا توجد مهمة كبيرة ولا جرو صغير. دورية المخلب، نقطة المراقبة. رايدر يحتاجنا. أنا قادم. واو واو واو. واو. دورية المخلب مستعدة يا السيد رايدر. أين مارشل؟ هذا ممتع، لكن رايدر يحتاجني أيضاً. أنا مبلل، لكن مستعد للعمل. لدينا حالة طارئة غريبة في خليج المغامرة. العمدة جودوي تجلس على المقعد. ما الغريب في ذلك؟ إنها على قمة مبنى البلدية. نعم، نافورة من المياه رفعتها هناك. إنها تتفجر في كل المدينة، لذا سنساعد العمدة كي تنزل أولاً، ثم نعرف ما الذي يسببها. سكاي، أحتاج الحبل لإنقاذ العمدة. سأحلق في السماء. ورابل، أحتاج إلى رافعتك لرفع المقعد. رابل يأتي مسرعاً. حسناً، دورية المخلب، انطلقوا. نباح القطة سيفسد هذا الإنقاذ. سلم، تراجع. من نبح وأنزل سلمي؟ سلم. مدفع الماء. هي، هذا الإنقاذ يعتبر كارثيا. أنا لا أفهم ماذا يحدث. سأنزلك أنت وتشيكليتا الآن يا عمدة جودوي. حبل. لا أصدق أخطأته. آسفة يا عمدة، تعطلت عدتي، سأحاول ثانية. حبل. إنه مقلب كبير مرة أخيرة. أعلى. يجب أن أتحرك وأساعد سكاي، لكن ماذا؟ ها؟ قطة تنبح؟ استمري في العمل السيء الآن. وما تلك الرقعة الغريبة؟ مؤكد العمدة هامدنجر خلف كل الإنقاذات الفاشلة، لديه أداة تجعل قطته تنبح. هذه الخدعة تسير بشكل جيد، حان وقت الاحتفال. هيا يا قطتي، هيا نخف السيد بورتر ونبعده عن مقهاه ونحصل على طعام مجاني لنحتفل. شيث المقطورة، شبكة الطاقة. الباب عالق، سيكونون في أمان هنا. أريد أن أفتحه. إنها قطة لطيفة. حصل على النمور خلفه. يا قطط، لدي أصدقاء لكم. قطتي.
ارجعي. يمكنني إيقافه بالشبكة. يا قطة جيس، اتبع العمدة. من طلب نمر؟ احترس روكي، تعال لمطعم سيد بورتر. الأخضر يعني انطلق. أحسنت يا روكي، لابد أن النمور ستشعر بالراحة في الداخل. حتى القطط الكبيرة تحتاج لقيلولة. أعجب يا رايدر، العمدة العملاق يتجه للجبال. أنا في الطريق يا تشيس. قطتي قطتي. عمدة همدنجر، توقف. سأمسكه بشبكتي. سأمسك القطة، سأمسك القطة. عمدة همدنجر، لا يمكنني مساعدتك هكذا. ماذا حدث؟ ما هذا؟ نمر. وجدت واحدا. واو، صورة بطريق رائعة. هناك. أين؟ للأسف أخطأت ثانية. الآن أين يمكن أن تكون تلك البطاريق؟ إنها وضعية بطاريق مثالية. أمسكته. آسف يا كابتن. يجب علينا أن نعيدهم إلى موطنهم البارد. آسف يا والي، لقد نفذ السمك وأيضاً الأفكار. يا جبل جليدي، لابد أن ينزلوا على الجبل الجليدي هنا. ربما يصلوا لموطنهم إذا نزلوا عليه. لا يمكن أن نستدرجهم، نفذ السمك. ماذا يأكل البطاريق أيضاً؟ المعتاد، سمك وسمك ومكرل وسمك وسمك والحبار. وجدتها، الحبار المجفف. كنت أدخر هذا الحبار المجفف من أجل والي. جاف، تلك البطاريق المزعجة لن يمكنها مقاومة حبار الشهي. إن رائحته نتنة. نعم بالفعل، ربما قدمة صغيرة. يا زوما، أيمكنك أخذ هذا لجبل الجليد؟ بالتأكيد. عوانة. وقت الطعام. إنهم سعداء جداً على الجبل الجليدي. لن يبقى متجمداً، يجب أن يعودوا إلى مياه أكثر برودة سريعاً. لقد فهمت كابتن، هل نبحث عن سفينة متجهة إلى الجنوب؟ فكرة رائعة يا رايدر، ممتاز، سفينة محملة بالسمك ومتجهة إلى أمريكا الجنوبية. وقت تحريك جبل الجليد. إنهم رائعون جداً. أريد التزلج كالبطريق. فقط اقفز وتزلج على بطني. أنتم رائعون، أنهيتم العمل. توت توت. العملاق أليكس، تذكر القطار ليس لعبة. توت توت. لازلت عطشانا يا أليكس، ما رأيك في عصير توت لذيذا ومثلج؟ يمي، انتظري، عصير التوت يبدو رائعا. هل لي في البعض منه؟ هل آخذ القليل؟ أرجوك. إنها تنجح. انتظري. لقد نجحت. أرى
أن تكون بخير. أجل! عذراً للجميع، كان هذا لذيذاً. وأجراء، شكراً لأنكم لعبتم معي. لا بأس يا عملاق أليكس، المرة القادمة عندما تعطش فقط اطلب العصير وسنحضره إليك. شكراً يا دورية. أحسنتم يا جراء، العملاق أليكس عاد إلى حيث ينتمي. آسف يا رابل، أنا كنت أنهي الري. أين العملاق أليكس؟ إنه يلعب هناك. بي باي بو فوم، احترس من العملاق أليكس لأنني قادم. لكن لقد كان عملاقا حقا. رايدر رايدر، رأيت شجرة فاصوليا وكان أليكس عملاقا ضخما، وسفينة توربت كانت تطير، وكنت هناك وكنت هناك أظنه كان مجرد حلم. لا تأكل الجبن قبل القيلولة يا رابل. يسعدني أن كل شيء بحجمه الطبيعي. اطمئن يا رابل، إذا حلمت ثانية بالعملاق فقط أطلب المساعدة. سكاي أسرعي، الشمس تذيب الشوكولاتة. تشيس اذهب لأسفل الوادي وجهز شبكتك. لك هذا. ماذا يحدث؟ أوه لا، كنت أمسك به. رف الشبكة. رايدر الأرنب ساقط. الآن لدينا أرنب عائم. النجدة. تماسك يا عمدة، نحن قادمون. تشيس سكاي ابقيا مع الأرنب. زوما نحتاج إلى عوامتك. هيا لنغوص. العمدة المغطى بالحلوى أمامنا. ها؟ سمعت عن شوكولاتة تطفو من قبل، لكن ليس هكذا. زوما استخدم عوامتك لإمساك الأرنب وسحبه إلى الشاطئ. حالا. لا ابتعد. لا. أو عوامة. جراء يتجه ناحية الخليج، لنبقى معه إلى الرصيف. أوه لا، يجب أن ننقذ العمدة هامدينجر قبل أن يصطدم بالصخور. سكاي حاولي إبعادها. حسناً، وقت بعض القوة الدوارة. أحسنت يا سكاي. سكاي ماذا تفعلين؟ عودي من أجلي. علينا إيصال الأرنب إلى الشاطئ. رايدر لدينا مشكلة. أوه نعم، هذه الدلافين تبدو قريبة جدا. زوما اسحب الأرنب إلى الشاطئ وبسرعة. رايدر إذا قدم الدولفين فتحة في الأرنب سوف يغرق. زوما خطة جديدة، أنقذ العمدة بعوامتك. أوه عوامة. ماذا يحدث؟ سأغرق. عمدة هامدينجر أمسك العوامة. يا صغيران، لا شيء أفضل من التنزه في الغابة. ها؟ تلك الحيوانات كانت تطاردنا. نعم أيها العمدة الجليس السيء. ليس خطأي، يوجد حلوى جراء في جيبك والحيوانات شمت رائحتها. مهلا، لم نضع هذا في جيوبنا. القطط هناك. دو دو دب. أين؟ هناك. قطط فلتتركوا العربة. هذا الدب مخيف أكثر من البقرة. وانظر يوجد شيء زاحف لطيف. وشيء زاحف لطيف أيضا. أولا هل هذه هي الأشياء الطائرة التي تعيش في الكهوف؟ اسمها خفافيش. المكان مظلم. النجدة. النجدة.
ماسك يا عمدة هامدنجر. سكاي، أحتاجك لإنقاذ جوي بسرعة. هذا الجرو يجب أن يطير. يجب أن نعطل الدب حتى تصل سكاي هنا. أعرف، هيا نشتته. لدي حلوى جراء أحتفظ بها. رائع، تشيس أطلقها بالقرب من الدب. رف، المدفع. بالطبع، هذا الدب المخيف يريد الحلوى التي في جيبي. توقف أيها الدب. أغلقه يا عمدة هامدنجر. يجب أن تنزلها قبل أن تأكل البيتزا. أهلا شكليتا، أنا سأساعدك في النزول. واو، شكليتا، عودي. أنا بخير. الحقوا بها. حسناً، هي هنا في مكان ما. ها هي، وها هي، وهناك. من منكم شكليتا؟ واو واو. ها، الطيور حقاً تحبه. اسمعوا يا دجاج، إذا كنت تعيشين في حقيبة أرجوك تقدمي. شكليتا، أو عزيزي، يوجد مليون دجاجة هنا، لكن شكليتا ترتدي سوارا على كاحلها. يا عمدة، لا تفتح البوابة. واو، أو لا، لقد خرجوا. السوار، هذه شكليتا. اتبعوا البقرة. شيس، اجمع الدجاجة بشبكتك وسأمسك تشيكيليتا. أمرك يا رايدر. رر. رر. أمسكت واحدة وأمسكتني. ماذا؟ توقف، كيف تجرؤ على تحريك عمدتك؟ كمواطن في مدينتي أمرك بالتوقف. هذه جزيرة السلاحف. وانظر، حصل العمدة على توصيلة. أمرك أن تتوقف. زوما، أمسك العمدة قبل أن يتأذى. حالا. النجدة. أمسكتك، الآن سأضعك على اليابسة. مشكلة قوت يا صاحبي. نحتاج دعماً، مارشل، إلى جزيرة السلاحف في الحال. مستعد لل إنقاذ. مارشل، استخدم مدفع الماء لتحريك العمدة. مدفع الماء. احترس، أصاب بالكدمات. زوما، العمدة يحتاج منصة هبوط. منصة هبوط. أنا لن أنظر. كيف يبدو يا رايدر؟ رائع يا رابل، وعربة الحمولة كادت تنتهي. تبقى شيء واحد لتحميله. تعال فلترى يا هذا. أبدو متذبذباً جداً. أنا أيضاً. لما أنت حزين يا رايدر؟ لأن ساقي قصيرتان. وما خطبها إذن؟
لطيفة وآمنة. هيا نذهب، سنركب هنا لنتأكد أن كل شيء في مكانه. وسأنهي التنظيف. المهندس إيد، ركبنا جميعا، هيا نذهب لنعد الكرنفال. ربما موزة أخيرة. وربما لا. انتظر، أعرف، المعزز الصاروخي الذكي، هذا سيمنحني السرعة التي أحتاجها. انتبه، أنا في الأعلى. سأطير، يا ذراعي أسرع. هذا ليس جيدا. داني الجريء جدا. رابل، اذهب خلف داني وتأكد من سلامته. أنا في الطريق. رابل، اطمئن يا روكي، سنمسك بك. سكاي، أريدك أن تنقذي روكي بسرعة. هذا الجرو يجب أن يطير. هذه ليست خدعتي، لكن ركوب الفنجان رائع. الأفضل أن ألحق بداني قبل هذا الصندوق. مجموعة من الأشجار. حسناً، جولة رائعة، لكن كنت أتمنى لو آكل موزاً. هذا حقاً ممتع، لكن أنا أتمنى لو أعرف إلى أين أذهب. هذه البنية تالي، لا تكسر الكنز الذي بداخلها، قطة مشاغبة. أوراق وطيور. طبيعة. سكاي، العمدة هامدنجر يتدحرج للوادي، جربي إمساكه بالحزام. هذا الجرو يجب أن يطير. تمسك يا عمدة، المساعدة في الطريق. حزام. شكرا، لكن لن تحصل على البنياتا. هذا الكنز لي، بمجرد أن أخرجه. البنياتا كنزي. الحبل. مدهش يا تشيس. شكرا يا رايدر، هيا نبدأ الحفل. أحضرتم البنياتا. شكرا. على الرحب، كلما كنت في مشكلة فقط اطلب المساعدة. الآن بعد أن عادت البنياتا حان وقت فتحها. حظا طيبا، لو لم أكسر البنياتا لن يكسرها أحد. لا تكسر، هذا النوع من البنياتا، عليك أن تسحب الشريط. ماذا؟ أنا أيضا. لا، ليس هذا، التالي. أدخلني هناك، بعد هذا اليوم أنا أشعر بالجوع. هامدنجر لا تفعل. أي نوع من الكعك هذا؟ ليس كعكا بالمرة، إنه طعام جراء لدورية المخلب، كانت هذه مفاجأتي لهم. أليكس، يا له من فتى رائع. نحبه. يا له من كنز. تفضل، جميع من أتى إلى الحفل يجب أن يأخذ معه شيئاً. وأرجواني المفضل لدي. أنت فتى رائع. أليكس هو الأفضل. الآن هيا نحتفل. آسف، هيا نقلل هذا قليلاً، نريد فقط تحريك النمل. جرب يا روكي. حسناً، حان وقت ركوب الرياح. حسناً يا روكي، هذا يكفي.
لقد أنهيتم كل مشاكلنا يا دورية المخلب. وأنقذتم كل الفاكهة. هذا مثل المتجر تماما. كوعاء طعامي. يم يمي. أوه. أظن أن هذا الليمون كافٍ الآن. طريقة واحدة كي نعرف. حامض جدا. يجب أن نزيد تحليته بالسكر. سأفعل. انظروا، السر أن تضع فقط القليل من أظن هذا كل شيء. أين الجامبريرو؟ نسيت أن أخلعه، لكني أبدو جيدا به. رائع. ما هذا؟ الحلوى تهرب. يجب أن نطلب دورية المخلب. أهلا يا سيد بورتر، مستعد من أجل الاحتفال؟ أحتاج المساعدة وإلا لن يوجد احتفال. انظر. أوه لا، نحن لم نبعد النملة فقط، أوصلناه للمدينة. أرجوك أسرع يا رايدر. نحن في الطريق، هيا ننطلق. علينا أن نجمع هذا النمل ونضعه في مكان آمن، لكن كيف؟ أخبار جيدة يا رايدر، انتهينا من المربى. ها؟ لكن لدينا مشكلة صغيرة. هناك خطأ في الوصفة. لقد أصبحت حلوة جداً. حلوة جداً جداً. لقد أحببتها. هي، النمل يحب الحلوى، مؤكد سيتبعها من عند السيد بورتر. نحن في طريقنا. سأحضر لك طعاماً لذيذاً. والي انظر، ضوء الفنار يبدو مجنوناً. جيد أنني لاحظت، وإلا كنا سنقع في مشكلة. لكن هكذا ستكون السفن في خطر. مرحباً، هل هذا الطنين يصدر عنك؟ هيا يذهبوا، النحل مكانه في الخارج في الطبيعة الجميلة هناك. لا أزال أسمع الطنين. ما هذه المادة اللزيجة ذات الرائحة الحلوة؟ إنه عسل، ذلك هو السبب في وجود العديد من النحل حول الصندوق، لأنه توجد خلية كاملة هنا. لا عجب أن الضوء انطفأ. سأنقل الخلية إلى مكان أكثر ملائمة لحياة نحل العسل. ألا يبدو هذا رائعاً؟ نعم، ورائحته جيدة. هيا نزرعها. أو أو مخلب. أو أو إلى أعلى يا زهرة. سأساعد الزهرة كي تبقى معتدلة. أو أو جاروف. ذلك يبدو رائعاً. شكراً يا رايدر. كنت سأساعد في الزراعة أيضاً، لكن... لكن ماذا يا تشيس؟ ها؟ ها؟ ها تشو؟ لدي بعض الحساسية. أنا أساعد، أنا أساعد، أنا بالنجدة. ها مارشل. ها تشو؟ شكراً يا تشيس. أعلى أعلى أعلى. ها؟ حسناً، سأحاول. أعلى 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 أعلى. يكفي هذا ليوم واحد، أنا فقط سأبقى هنا. يجب أن تتدرب على هبوطك، هذا أهم جزء في الهبوط بالمظلات. شكراً. أهلاً يا جراء، مستعدون للهبوط بالمظلات؟ أحضرنا أدواتنا ومستعدون للطيران. ما عدا أنا. ما الأمر يا مارشل؟ لا أحب الطيران، خصوصاً إذا كان يعني السقوط. لا بأس، فلتحرص نقطة المراقبة. حقاً؟ نعم. سأكون أفضل حارس لنقطة المراقبة على الإطلاق.
وداعاً. عندما ترحل الجراء هيا أغنية الجارو طوال اليوم. أوو! ألست أروع قطة صغيرة؟ الآن تحتاجين لشريط لطيف. اطمئني يا كالي، سأربط لك شريطا عندما. القطط؟ أين هم؟ أوه لا، أين ذهبوا جميعا؟ قطتي قطتي قطتي، انتظري، القطط خرجوا وينتشرون في أنحاء الخليج. لن أمسكهم بمفردي، لكن أعرف من يساعدني. أغنية الجار، انظر إلى هذا الذيل. رايدر، أنا كيتي. ها؟ واو واو واو. مرحباً مارشال. أو مرحباً كيتي. أنت بخير؟ أنا بخير، أنا رائع. رايدر هنا، حالة طارئة. رايدر أخذهم للتدرب على القفز بالمظلات، وأنا أعتني بنقطة المراقبة. أو حسناً، متى سيعودون؟ ليس قريباً، اطمئني، سأساعدك. شكراً يا مارشال. القطة خرجت من بيتها وهربت في أنحاء الخليج. ها؟ لا توجد مهمة كبيرة ولا جرو صغير حتى إذا كان بمفرده. دورية المخلب. نقطة المراقبة. النجدة. الله. مارشال، أنا علقت عندما رفع الجدار. جرو سخيف، اقفز. شكرا يا رايدر. مطرقة. وصل الطعام، هيا نسرع. انتهى. عمل جيد، لكن لم ننتهي بعد، نحتاج إلى دوارة رياح. الحظيرة عادت ثانية. وكذلك عادت الزينة. عمل رائع يا جراء. دورية المخلب أنقذت الزفاف، شكراً جزيلاً لكم. كل هذا بفضل الجراء. هذا جميل جداً، لكن أين ذهب الزوجان الآخران؟ الزوجان الآخران؟ أوه، ها هما الثنائي السعيد، إيما وكورني، يتزوجان أيضاً؟ إنهما ثنائي رائع. آل ويومي؟ وكورني وإيما، الآن أعلنكما زوجاً وزوجة، ووليفاً ووليفته. حياة سعيدة. جميل جداً. أنت بخير يا تشيس؟ لابد أن شيئاً دخل في عيني. أنتم رائعون. نعم، أنهيتم العمل. هيا نلعب الآن، يمكن الزهي الجراء. انتظر يا كورني، لا يمكنك أكل كل الكعكة لمجرد أنه يوم زفافك. لا تأكل الباقة يا إما، بل ألقيها. مستعدة؟ 1 2 3. سأمسكها. نعم. هوراشيو، ما الذي سنفعله؟ رايدر قادم، هو يصلح زعانف التوجيه. ها، فرانسوا توربيت لا ينتظر أحدا. لا يا فرانسوا، التوجيه مكسور. أي أي أي، أوقف التشغيل. Thank you.
لقد وصل الجراء. من الجيد أننا انتظرنا. ممتاز، هيا نذهب. لا لا لا، المائدة لا تتحمل الاهتزاز ثانية. أسرع يا هوراشيو. أعلى أعلى، و انتظر انتظر. سبيكة البحر، التقطتها. أتساءل بأي سرعة سيصلون إلى السطح. ليس ثانية. أيها الحوت، ماذا لو لعبت معي؟ من يحب الكرة الطائرة؟ أنا. رايدر، شكرا على إخراجنا من قاع الخليج. على الرحب، عند أي مشكلة أطلب المساعدة. شاهد الصور المدهشة التي التقطتها لسبيكة البحر النادرة بكاميراتي. ما هذا؟ لا لا لا، إنه إصبعي. اطمئن يا فرانسوا، صوري كانت جيدة. يا صورة رائعة يا كابتن. من يريد اللعب؟ نحن نريد. أنتم رائعون، أنهيتم العمل. هيا نلعب الآن بمتنزه الجراء. دورية الخلاب، دورية الخلاب. أشعر كأنني موديل. آثار غريبة، أتساءل أي كائن غريب قد صنعها. تشيكيليتا، تعالي يا تشيكيليتا، لا يجب أن تتركي أمك. هذا لا يبدو صحيحا، صوتك بك 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 وليس مي مي مي. أوه أنت ذي. أوه لا. أوه يمكنني رؤية بيتي من هنا. الآثار هنا و توقفت. ماذا حدث لهم؟ تشيز! أوه تشيز، أنا هنا! غندا جودواي، أين أنت؟ في الأعلى. كيف وصلت لهناك؟ كائن فضائي صغير رفعنا هنا. كائن فضائي حقيقي؟ يجب أن أرى هذا. لا أزال طافية في فقاعة الفضائي بالأعلى. يا آسف يا عمدة. رار، الشبكة. مستعدة يا عمدة؟ واحد، اثنان، ثلاثة. التقاط جيد يا تشيس. شكرا. يوجد هنا هوائي من نوع ما، وعجلة الهبوط فارغة، وبعض الأجنحة الصغيرة هنا. هل لديك أجزاء لتلك الإصلاحات؟ لدي شاحنة كاملة مليئة بالأشياء، لا تفقده واستخدم. حسنا، من أي طريق ذهب؟ ذهب من هنا. رار، نظارات الرؤية الليلية. رأس أخضر. يا مجرد بطيخة. بطيخ بطيخ بطيخ. كائن فضائي بطيخ. ها، كائن فضائي. آسف، لا أفهم ما تقول. آسف يا صاحبي، إيقاف الكلب الآلي الآن. الكلب الآلي كان رائعا، أظنه سيعود ليتم تعديله. تفضل يا رادر، لدي هوائي قديم أظنه مناسبا. فكرة جيدة يا روكي. يعمل يا رايدر. شكرا
شكراً يا روكي، وشكراً لكم جميعاً أيضاً. لم أكن سأصلحه أو حتى سأمسك به بدونكم. حسناً، تعرف يا رايدر، إذا كنت يوماً في مشكلة فقط أطلب المساعدة. يا لكم من جراء جيدين. لذا من يريد اللعب مع الآلي؟ الكلب الآلي؟ الآن هذا كلب سعيد. مارشل منطلق حقا. حركة لطيفة، أظن يمكن لمارشل الفوز بجائزة أسرع جرو مطافي. لقد تمرنت طوال الأسبوع. الخرطوم للداخل. نجحت. حسناً، ربما لا. اطمئن يا مارشل، يمكنك النجاح. هيا يا مارشل. هيا مارشل. يا مارشل. شكراً يا رفاق. الوقت يمضي، أسرع يا مارشل. التالي هو إنقاذ الحيوانات. حان وقت إنقاذك يا تالي. كسرت السلم. سأمسك بك يا كالي. آسف يا كالي، لقد أفسدت الأمر.